هاي. الدموع هي مزيج من الملح، الهرمونات، البروتينات وغيرها. النساء بيبكوا أكثر من الرجال بمعدل مرتين لأربع مرات بالشهر، مقابل أقل من مرة بالشهر للرجال يلي معظمهم بيبكي لفترة قصيرة ما بتتخطى الخمس دقايق. نساء ورجال ما بيختلفوا من ناحية المسببات الأساسية للبكي مثل الموت والانفصال، بس الفرق بيناتهم بيكون عادة بالحالات اليومية. فالنساء مثلا ممكن يبكوا بحالات العجز مثل لما السيارة ما تدور أو الكمبيوتر يتعطل، بالوقت يلي الرجال بيسبوا بمثل هالمواقف. أكيد في ضغط اجتماعي أكبر على الرجال تما يبكوا، بس كمان الهرمونات بتلعب دور بالموضوع، وعلى الأرجح هرمون التستوستيرون بيخفف البكي. مين قال إنه خيارات النساء بالبرامج التلفزيونية، الموسيقى والأفلام تلعب دور كبير بنسب البكاء المرتفعة عندهم؟ أنا قال. بشوفكم بكره.